هذا في الزواج. قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاء، هو الأصل أن الوليمة تكون على الزوج، واليوم الوليمة على الزوجة، على معنى أن الزوج هو الذي يبذل المال، فإن الزوج يعطي مهرا مرتفعا على معنى يكون تكون منهم الوليمة، ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرضى، فالأصل أن تكون على الزوج. وفي الوقت الحاضر وإن كان يتولى أمرها أهل الزوجة إلا أن في حقيقتها هي على الزوج، لأنه هو الذي دفع تكاليفها، سواء دفع تكاليفها مع المهر أو كما يفعل الآن بعض الناس في عادة عندنا في نجد، يكون عليهم إما قيمة القصر أو عليهم قيمة تكاليف العشاء، فهذا يعتبر أيضا لا يزال من الرجل. فعلى هذا أول ما لبشاء الناس يعملون بهذا، والوليمة مشروع، ظهر النص الوجوب ولو بشيء قليل، وهذا المقصود به لإعلان النكاح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وللنكاح العلن يخالف نكاح السر، ونكاح العلن يدل على حقيقة هذا الزواج، ولأنه قد بالإعلان والناس يتذكرون هذا يتبين أن بين الزوجين صلة رضاع، وهذا موجود بكثرة ليس قليلا، سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر التابعين أو في هذا العصر، الناس يتذكرون فلان خطب فلانة، يأتي من يخبر بأن بينهما رضاعا، كان في قصة عقبة في الصحيح، هنا جاءت إليه المرأة قالت إني أرضعتكما معا، قال ما أنت أرضعتني، ثم راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وأمر بفراقها، لما اشترى النكاح ظهر من يقول فيه رضاع، ولا نعلن النكاح قد يظهر فيه من يقول بأنه رضاع، وهذا يكون سواء عادي كان بمجرد العقد، على معنى أن الأوائل كان عقدهم يقول أعطيتك هو العقد، يقول قبلت، هذا العقد في عصر العصور الأولى، لأن مبنى العقود على العرف، فما يتعارفه الناس عقدا فهو عقد. أن نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف إذا قال أعطيتك أنه خلاص صار الزوجة تدخل بها، نعتبر نحن الكتابة هي العقد، وهذا عرفنا اليوم، بدليل أنك تخطب امرأة قد تنظر إليها وقد تعطيهم المهر وأنت ما عقدت إلى الآن، بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الأنكحة، ما يتسمى أن هذه زوجة، بديك ترفض بعدين تتبين لك أنك ما تقدم على الزواج، ما يحتاج أنك تطلق ولا سمع أحد يقول ترى طلقت، لأنها ليس الزوجة أصلا حتى يطلق. وعصر الأوائل لا يلزم الطلاق، أنه ما كان عنده قضية توثيق العقد بالكتابة، إذا مرجع هذا إلى العرف، والعقود ترجع إلى العرف، فما يسمي الناس عقدا فهو عقد، ومن ثم صحت عقود الكفار بالإجماع، ومن ثم صحت عقود الكفار بالإجماع، لأن يتعرفون أن هذا عقد وأن هذا زواج، فعلى هذا مرجع العقد إلى العرف. نعم وقت الوليمة قلت كلمة الزواج، إذا كان هذا يسمى هو زواج خلاص يعلنون النكاح ومعه هو الوليمة، ونحن الآن عندنا أن العقد يرتبط بها الزواج، اللي هو إعلان النكاح يرتبط بها الوليمة.